برعاية معالي السيد وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمر المحترم، ومن ضمن أولويات الحكومة العراقية المنتخبة لتطوير النظام الإلكتروني وخاصة في جميع محافظات العراق، تم وبعون الله وبحضور السيد محافظ المثنى والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي وكل أجهزة الدولة الأمنية والأكاديمية للحضور لهذا الكرنفال للمشروع الجواز الإلكتروني. إن شاء الله مشروع ضمن الحوكمة الإلكترونية، إن شاء الله مشروع جيد لخدمة المواطن، يقدم الجواز خلال فترة لا تتجاوز عن 60 دقيقة أي ساعة. مميزات جواز عالمي ضمن الجيل الثالث ضمن الطيران العالمي، احنا ضمن هذا الجيل الثالث اللي موجود ذو مواصفات عالية جدا، وان شاء الله جواز يليق بالمواطن العراقي. نود ان نشكر معالي وزير الداخلية على اهتمامه بالأتمتة بصورة عامة، بالخصوص اهتمامه ايضا في محافظة المثنى اللي ما قصر وياها. صراحة الدولة متوجهة الى تفعيل الأتمتة، وهذا خير دليل اليوم مشروع الجواز الإلكتروني. طبعا مشروع جدا مهم، من فيه يعني صراحة هذا الجواز البايومتري راح يأثر من ناحية أمنية، من ناحية روتين، من ناحية تقليل المستمسكات الموجودة، من ناحية استنساخات أيضا أصلا ما موجودة أي استنساخات بالموضوع، سرعة بالإنجاز، الدفع كله إلكتروني. صراحة هاي نقلة نوعية وتفيد المواطن بصورة عامة، حتى بأثناء السفر في المطارات العالم كله متوجه إلى هذه الخطوة الجواز الإلكتروني. في عام 24 ما مقرر أنه بعد ما يتعامل بالجواز العادي فقط بالجواز الإلكتروني. يعني صراحة كثير من الإيجابيات، خطوة مهمة إن شاء الله راح نسعى أنه هاي الخطوة تكون عندنا في الخضر وتكون عندنا بالرميثة، لأن محافظتنا جدا كبيرة ومترامية الأطراف. عندنا ملاحظة وحيدة اللي هو سعر الجواز عالي جدا تكلفته. نحتفي بافتتاح قسم الجوازات الجواز الإلكتروني، وهذا مفخرة إن شاء الله راح يكون لأبناء المثنى، وراح يفك الاختناقات بهذا الجانب، لأنه حقيقة المواطن يعاني من قلة الجوازات، وتشوف أحيانا ما يحصل على الجواز إلا بمدد معينة. الآن الأمور هواية تيسرت إن شاء الله بفضل هذه الخطوة الجبارة. إحنا كحكومة محلية داعمين لكل المؤسسات الأمنية، ومن ضمنها دائرة الجوازات لما تمثل هذه الدائرة من خدمة للمواطن.